يعني أنا أوصي الشباب إياكم وثم إياكم ثم إياكم والإرهاب، إياكم وإياكم والإرهاب باسم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله له شروطه وله ضوابطه وله فقهه في الدين الإسلامي، وليس يعني فقها اعتباطيا يمارس كيفما اتفق. بخصوص النصيحة بسيطة وعاجلة، لا أقول لشباب الأمة، بل الأمة ليست مجرد شباب، الأمة شبابا وشيبا ونساء ورجالا. نصيحتي ألا نغرق في الاهتمامات التافهة التي للأسف الشديد تعج في جملة لم أقل في كل، في جل المواقع ولا سيما المواقع الإلكترونية، حيث الاهتمامات ساذجة والاهتمامات تافهة يعني وأحيانا سافلة. فهذه الاهتمامات مضرة، وهي التي تفتت عضد الأمة، وهي التي تشغل الأمة في لا شيء، بل يا ليتها شغلتهم في لا شيء، تشغلوا في الفساد وفي أن يكون التفكير يعني سطحيا من جهة، أو أنه محدودا إلى أبعد الحدود، أو أنه في يغرق في التفاهات. وهذا لا يخفى عليكم التندونس المغربي كمثال، وهو يعني مثال عام في العالم العربي والإسلامي كله، يعني تندونس في اليوتيوب وفي غيرها، إنما ينصب على ماذا؟ ينصب على شيء يعني ينداله الجبين. ألا قال لك والله سيدي هذه الروتين اليومي، هذا المغني الفلاني، هذا المطرب الفلاني، هذا ما نعرفيش الفنان الفلاني، والناس يغرقون، وهذا هذه فضيحة من هنا، وهذا اغتصب من هنا، وهذا النبوة من، يعني هذه التفاهات، هذه يعني عليها يركب العدو. لو أننا فتحنا الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي والإعلام الصيني والياباني والكوري، والله لو وجدنا أن الناس يهتمون بأشياء أخرى تماما، يهتمون بقضايا أمتهم، ويهتمون بمعيشتهم وتحسينها، يهتمون بقضايا كبيرة جدا. لكن نحن للأسف والله لست أدري ما الذي أصابنا. ثم في داخل هذه النصيحة أوصي الشباب ألا ينجر إلى شيء اسمه الإرهاب، أو ما يسمونه وراء البحار بالإرهاب الإسلامي. ليس هناك شيء اسمه الإرهاب الإسلامي. الإرهاب مذموم، عدو لكل البشرية. الإرهاب ليس له دين ولا لون ولا حدود ولا جنس ولا لغة. هناك إرهاب عند اليهود، إرهاب عند النصارى، عند البوذيين، عند الهندوس، عند في كل مكان. لكن تسليط الضوء على الإرهاب ويسمونه الإسلامي. الإسلام ليس فيه إرهاب، الإسلام له فيه جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لا يعزى إلى الأفراد أو إلى جماعات أو إلى جمعيات أو إلى، يعني الجهاد الإسلامي يعزى إلى السلطات، إلى الدول، إلى الجيوش المدربة المتعلمة، الجيوش التي تخرجت من المدارس الحربية والتي تستطيع وتستطيع وتستطيع. هذه الجيوش في العالم الإسلامي هي التي تؤمر بالجهاد في سبيل الله. لا نقول لزيد أو عمرو وهدبوا الحياة وهدبوا قندورة وهدبوا رزان قوموا للجهاد في سبيل الله. تلك يعني ذلك هو الإرهاب، اللقمة اللذيذة عند أمريكا وعند جميع الدول، ولا يأتي ذلك بخير، لا يأتي إلا بالقتل العشوائي وإلا بالتفجيرات التي ما أنزل الله بها من سلطان وما إلى ذلك. لذلك علينا، أنا أوصي الشباب ألا ينخدعوا بالله، والله هذه الحكومة كذا ولا الحكومة كذا، إذن علينا أن نموت في سبيل. وهكذا كنا نسمع دائما، نموت في سبيل الله، نموت في سبيل الله، في حين أنهم يقتلوا بعضهم بعضا، وإسرائيل نايمة على جنب الراحة منذ يعني عقود من الزمن. إذن يعني أنا أوصي الشباب إياكم وثم إياكم ثم إياكم والإرهاب، إياكم وإياكم والإرهاب باسم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله له شروطه وله ضوابطه وله فقهه في الدين الإسلامي، وليس يعني فقها اعتباطيا يمارس كيفما اتفق.